نجاح كبير للدبلوماسيه المصريه في التعبير عن مصالح الدول الشقيقه والصديقه في ظل ثبات مواقفها البناءه تجاه مختلف القضايا. ومن هذا المنطلق تحرص مصر دوما على المشاركه في مختلف اللقاءات والاجتماعات الهادفه لدعم القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني الشقيق. لطالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية في كل المراحل ورغم كل الظروف، ذلك أن دور مصر التاريخي تجاه أشقائها العرب أمر لا غنى عنه ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومن هنا تأتي القمم المصرية الفلسطينية المتواصلة أو القمم الدولية التي تنظمها أو تشارك بها مصر دعما ومساندة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وبينما تتبوأ القضية الفلسطينية صدارة الاهتمامات العربية منذ عام 1948، تحرص مصر على دعم القضية الفلسطينية من خلال دعم موقف عربي موحد مع تكثيف في مستوى التنسيق إزاء المستجدات والتحديات، وترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة وذلك منذ الحادي عشر من نوفمبر عام 2002 بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني وحرصت مصر على إبلاغ الفصائل الفلسطينية منذ بداية الحوار بأنها لا تشكل بديلا عن السلطة الفلسطينية وأن عليها جميعا التفكير في المصالح العليا للشعب الفلسطيني عربيا واقليميا ودوليا سعت مصر وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لبذل جهود سياسية بشان استعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه والعربيه المحتله منذ عام 1967 ومواجهه التحديات الماثله امام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابله للتصرف وانجاز حق تقرير مصيره واقامه دولته المستقله ذات السياده الوطنيه الكامله على جميع اراضي دوله فلسطين التي احتلت في عام 67 وعاصمة القدس الشرقية. الدبلوماسية المصرية نجحت في التعبير عن مصالح الدول الأفريقية والعربية والقاعدة العريضة من الدول النامية أعضاء الأمم المتحدة، لا سيما في ضوء المبادرات التي أطلقتها خلال فترتي رئاستها للمجلس وإعادة التركيز على الحقوق الفلسطينية بما أسهم في اعتماد القرار التاريخي 2334 بشأن الاستيطان. دور مصر لا يوازيه دور سواء في النطاق العربي او حتى الاقليمي والدولي لدعم ومسانده القضيه الفلسطينيه امام كافه المحافل وخلال مختلف اللقاءات باعتبارها شقيقه العرب الكبرى صاحبه المساعي المقدره والمواقف التاريخيه بهدف التوصل الى حل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه وبلوره التصورات الكفيله بتفعيل جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة